السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، كنا قد وقفنا في الحصة الماضية عن أنواع المعاجم العربية، وتذكرة لما قد قدمناه من قبل، فقد قلنا بأن المعجم هو الكتاب الذي يجمع ألفاظ اللغة ويضم مفرداتها مصحوبة بشرحها وتفسيرها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مصادر ألفاظ المعاجم، وقلنا بأن للمعاجم مصادر تؤخذ منها مثل القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، والحديث النبوي الشريف، والشعر العربي حتى منتصف القرن الثاني الهجري، والنثر العربي من خطب ووصايا وأمثال وحكم ونوادر. وقلنا بأن النثر العربي يقبل إلى نهاية القرن الثاني الهجري. أيضا تكلمنا عن كيف جمعت مادة المعاجم، وقلنا بطرق منها السماع من الأعراب حين قدومهم إلى الأمصار، والسماع من الأعراب بالذهاب إليهم في صحرائهم. أيضا تكلمنا عن مراحل التأليف في المعجم، وقلنا مرت بمراحل: مرحلة تدوين ألفاظ اللغة، ومرحلة تدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل صغيرة، ومرحلة وضع المعاجم العامة الشاملة المنظمة. أيضا قلنا بأن للمعجم وظيفة أساسية، ومن وظائفه الأساسية هناك وظيفتان أساسيتان. قلنا بيان معاني الألفاظ بطرق متعددة، وبيان ضبط الألفاظ بالشكل. وقلنا بأن هناك رموز أيضا مستخدمة في المعاجم، منها الواو والياء والهاء والميم والعين والدال والجيم والميم. كل هذه الأشياء ألفاظ أو رموز وضعت لدلالة معينة. نأتي لدرسنا اليوم، وهو أنواع المعاجم. وقبل أن نشرع في الدرس لا بد وأن نقرأ أهداف الدرس. أهداف الدرس: أولا التعرف على المعاجم العربية وأنواعها، إدراك أهمية المعاجم في دراستنا اللغوية، اكتساب الطلاب قيم واتجاهات جديدة. هيا بنا نذهب إلى الدرس. قلنا بأننا قد وقفنا عند أنواع المعاجم. المعاجم نوعان: معاجم المعاني أو الموضوعات، ومعاجم الألفاظ. معاجم المعاني تفيدنا مبدئيا في إيجاد لفظ لمعنى من المعاني يدور في خلدنا ولا ندري كيف نعبر عنه بدقة، وهو المعجم الذي يرتب ألفاظه على معاني. هذا هو معجم الإيه؟ معجم المعاني. يفيدنا هذا المعجم في إيجاد لفظ لمعنى من المعاني يدور في خلدنا لا ندري كيف نعبر عنه بدقة. ومهمة هذه المعاجم تقديم اللفظ المناسب للمعنى الذي نريده، تقديم
اللفظ المناسب للمعنى الذي نريده. ومن أمثلة معاجم المعاني هذا المثال الموجود في صفحة 77، لو مثال من فقه اللغة وسر العربية للثعالبي، هذا معجم المعاني. نأتي لمعجم الألفاظ. معجم الألفاظ يقدم لنا هذا المعجم شرح لللفظ الذي استغلق علينا فهمه، لا ندري معنى هذا اللفظ، فنرجع إلى معجم الألفاظ ونرى هذه الألفاظ. يعني يقدم لنا هذا المعجم شرح لللفظ الذي استغلق علينا فهمه. استغلق علينا بمعنى صعب علينا فهمه، وترتب مواد هذا المعجم على الحروف الهجائية. ومعجم الألفاظ نوعان: معجم مرتب حسب مخارج الحروف، يعني يبدأ بالحلق وينتهي بالشفتين، ولهذه المعاجم التي رتبت حسب مخارج الحروف رواد، ومن رواد هذه المدرسة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي في معجم العين. يبقى ثاني معجم الألفاظ، قلنا بأن هذا المعجم يقدم لنا شرح لللفظ استغلق علينا فهمه، صعب علينا فهمه، لا ندري معنى هذا اللفظ. وهذه المعاجم، معاجم الألفاظ، ترتب موادها أي كلماتها على حسب الحروف الهجائية. ولمعجم الألفاظ نوعان، ولمعجم الألفاظ نوعان، هناك معجم مرتب أو معاجم مرتبة على حسب مخارج الحروف، ورائد هذه المدرسة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، واتبع هذه الطريقة في معجمه العين، وجمع بين هذه الطريقة في الترتيب وبين نظام التقليبات، وقد سار على هذه الطريقة مع بعض الاختلاف اليسير الأزهري في كتابه التهذيب. ثانيا، النوع الثاني من معاجم الألفاظ، مرتب على ترتيب الحروف الهجائي الألف بائي، وهذا النوع أيضا له طريقتان: طريقة الصحاح للجوهري والطريقة الهجائية. وهناك بعض الأمثلة التي وردت في صفحة 78 من أساس البلاغة للزمخشري. عندنا أيضا نظام التقليبات. نظام التقليبات أيضا من هذه الأنظمة التي صنعت بها المعاجم، أو التي ألفت بها المعاجم. وهذه المدرسة الأولى والدعامة الرائدة في تأليف معاجم اللغة، نظام التقليبات. هذه هي المدرسة الأولى والدعامة الرائدة في تأليف معاجم اللغة، ويقصد منها جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة تحت نطاق واحد. فمثلا الكلمات المكونة من الراء والكاف والباء يبحث عنها في باب واحد مهما اختلف ترتيبها، تركب وربك وكر وكبر وبق، الكلمات المكونة من الحروف الثلاث اللي هي الراء والكاف والباء، ركب كبر بارك بكر كربا، كل هذه نظام الايه يتبع هذه المدرسة اللي هي مدرسة الايه التقليبات. وقد اختلفوا في ترتيب هذه المدارس او نظام التقليبات، او اصحاب هذه الطريقة اختلفوا في طريقة ترتيب الالفاظ الى طريقتين. الاولى
مدرسة التقليبات الصوتية. مدرسة التقليبات الصوتية، وهذه المدرسة تجمع الكلمات التي اتحدت حروفها وتجعلها في نطاق واحد مع ملاحظة الناحية الصوتية ووضعها تحت أبعد الحروف مخرجا. كيف؟ يعني يبدأ بالحروف الحلقية ثم باللسان ثم بالشفهي. على سبيل المثال كلمة كرب أو كرب أو كبرة مكونتان من الراء ومخرجهما من اللثة، والكاف من اللسان والباء من الشفتين، فنجدهما في باب الكاف لكونها إيه؟ أبعد المخارج. ثاني هذا المثال، قلنا بأنهم مدرسة التقليبات اختلفوا في طريقته على طريقتين، يعني لم توحد الطريقة، فهناك طريقتان. الطريقة الأولى مدرسة التقليبات الصوتية، هذه المدرسة جمعت أو تجمع الكلمات التي اتحدت حروفها وتجعلها في نطاق واحد مع ملاحظة الناحية الصوتية ووضعها تحت أبعد الحروف مخرجا، فيبدأ بالحلق اللي هو أبعد شيء في مخرج الحروف، ثم باللسان ثم بالشفة. فكلمة على سبيل المثال كلمة كربة أو كبرة، هاتان الكلمتان إذا نظرت فيهما وجدت أن هاتين الكلمتين مكونة من الكاف والراء والباء، فالراء مخرجها من اللث، الكاف من اللسان، الباء من الشفتين. لكن عندما أريد أن أبحث عن هذه الكلمات في المعاجم على طريقة التقليبات الصوتية، أبدأ بالكيف؟ أبدأ بالكاف أم بالراء أم بالباء؟ نجدها في باب، يعني هذه الكلمة تجدها اللي هي كربة أو كبرة، تجدها في باب الكاف لكونها إيه؟ أبعد الحروف مخرجا. وأول من سن هذه الطريقة هو الخليل ابن أحمد في كتابه العين، وتبعه الأزهري في كتابه التهذيب. الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية مدرسة التقليبات الأبجدية العادية، وهذه المدرسة تجمع الكلمات على النسق السابق ملاحظا وضعها تحت أول الحروف ترتيبا، أول الحروف إيه؟ ترتيبا. ففي الكلمات السابقة وهي المكونة من الراء والكاف والباء اللي هي كرب أو كربة أو كبرة، نجد أن أول الحروف ترتيبا على حسب الطريقة الهجائية المعروفة نجدها الباء، ويذكر بعدها هذه الكلمات المكونة من هذه الحروف في تلك المادة. يبقى هناك طريقتان في مدرسة، ملخص لما ذكرناه، هناك طريقتين لمدرسة التقليبات. قلنا بأن هناك المدرسة الأولى تسمى مدرسة التقليبات الصوتية، هذه المدرسة تجمع الكلمات التي اتحدت حروفها. لكن عندما أبحث في هذه المعاجم التي تتبع هذه الطريقة نجد أن هذه الطريقة للتقليبات الصوتية تبدأ بأبعد الحروف مخرجا. أبعد الحروف إيه؟ مخرجا. تنظر إلى مخارج الحروف. الطريقة الثانية ما يسمى بالتقليبات الأبجدية العادية، وهذه أيضا تجمع الكلمات على النسق السابق اللي في مدرسة التقليبات الصوتية. لكن عندما أريد أن أبحث عن كلمة في معجم تابع لهذه الطريقة نجد تحت أول الحروف ترتيبا، مثل كربة أول الحروف ترتيبا بالنسبة للحروف الهجائية الباء ثم الراء ثم الكاف.
هذا ونكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في مرة قادمة. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.